اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه قبل ما اتكلم او نبدا بالكلام عن مباراه امبارح ما بين الاهلي وبايرن ميونخ، هذه المباراه التاريخيه وهفضل اقول هذا الكلام دائما، عايز برضه اسالك يا كريم انت واحمد، بما اننا بنتكلم عن الاحصاءات والارقام، موقع فوتبول داتابيز واحد من المواقع الكبيره في عالم كره القدم، تكلم عن ان النادي بايرن ميونخ رقم واحد في العالم ما بين افضل انديه العالم، ثم النادي الاهلي رقم 36. انا شفت لغايه 100 ما لقيتش، مش عارف بقى الباقي ايه. هو طبعا التصنيفات بتبقى تصنيفات تراكميه، بمعنى ان اي مؤسسه بتيجي تعمل تصنيف بتعمل تصنيف بناء على البطولات اللي انت شاركت فيها، ومش معنى بس ان انت خدت مركز اول، لا، بيبقى تراكمي، بتجمع عدد من النقاط، والعدد النقاط ده بيقعد يعني يحسب لك عدد السنوات اللي انت لعبت فيها في البطولات القاريه، واكيد طبعا المحليه، لكن اكيد البطولات القاريه بيبقى النقط فيها اعلى من النقاط المحليه. فهنا هنا حتى لو خدت مركز ثاني بيتحسب عليك او مركز ثالث بيحسب لك نقاط. طبعا طبعا طبعا، اي تصنيف يجب ان يكون تصنيف تراكمي، وعشان كده بسبب التصنيف التراكمي النادي الاهلي خد نادي القرن في انا سالتك السؤال ده عشان كده. طب انا حابب نوضح النادي الاهلي خد نادي القرن بسبب التصنيف التراكمي سنه، والتصنيف بتاع نادي القرن كان معلن من سنه 94، يعني قبل ما يعلن بقى رسمي في سنه 2000، يعني قبلها بست سنين، والست سنين دول النادي الاهلي ما شاركش، يعني كان ساعتها الكابتن راحل صالح سليم كان خد قرار بعدم المشاركه طبعا بعد الفضيحه التحكيميه اللي حصلت من ماتابيلا في ماتش السوبر 94. فتاني اي تصنيف هو تصنيف تراكمي، وحتى النهارده الكاف وهو بيحدد تصنيف الانديه اللي بتلعب في دور المجموعات والكل موافق عليه والكل راضي بيه، هو تصنيف تراكمي، نفس التصنيف اللي مشى عليه في نادي القرن، وبالتالي التصنيف العالمي اكيد هتلاقي النادي الاهلي متقدم بكتير في هذا التصنيف. ليه؟ لان تراكميا سنه 2005 بدا اسم النادي الاهلي ياخد نقاط عالميه، بتلعب في كاس العالم للانديه، وبالتالي النقاط اللي تاخدها في البطوله دي هيبقى اكتر كمان من النقاط اللي ممكن تاخدها في دوري الابطال لمجرد بس ان انت شاركت. وحتى ربما بعض الناس يقول لك النادي الاهلي بيخسر مباريات كتيره في كاس العاديه، النادي الاهلي بيخسر انه بيشارك كتير. هو بيخسر كتير ليه؟ بيخسر ليه؟ نسبة تناسب، بيشارك كتير. لا بيغتني واحده واحده نعم. بيخسر ليه؟ عشان بيشارك كتير. طيب بس يعني انا لو ما شاركتش خالص هتخسر مره واحده مش هترجع؟ لا مش هخسر، مش هخسر. طيب على الجانب الاخر، تصنيف مهم جدا، والارقام والتصنيفات والاحصاءات لا تكذب ولا تتجمل. طبعا على فكره النادي الاهلي كمان في هم اربع انديه متساويين في نفس النقاط، يعني اول هم جايبين 173 نقطه توتنهام. انت عملت سيرش وجبت طيب كويس، عشان يعني الناس برضو تعمل سيرش، اعملوا يا جماعه سيرش ورانا على فوتبول طبعا داتابيز. مش لجمهور الاهلي، بتكلم على ناس تانية. تعمل ايه؟ تعمل سيرش تكتب فوتبول داتابيز هيطلع لها الموقع. هم اربع انديه، توتنهام ورينجرز الاسكتلندي والنادي الاهلي وبنفيكا، من المركز ال 34 لل 37 173 نقطة، يعني النادي الأهلي يعتبر ال 34 لأنه متساوي مع توتنهام ورينجرز وبنفيكا، بس هم حاطين الأهلي 36. تمام؟ مين تحت النادي الأهلي بقى؟ نابولي الإيطالي 172، سبورتنج لشبونة، الأرسنال الإنجليزي، أولمبياكوس اليوناني، بالميراس البرازيلي اللي هنلعبه، بالميراس في الترتيب ال 45. فكل النادي الأهلي سابق الأندية دي كلها، طبعًا بسبب الفوز الأولاني في كأس العالم للأندية وبسبب الفوز في دوري أبطال أفريقيا. طبعا. كل ما بتكسب كل ما رصيد النقاط بيعلى نتيجه ان هي تراكمي. بس على كابتن اسلام على كلام احمد حاجه، ان ده مش معناه ان النادي الاهلي بنقول ان هو افضل من انديه دي فنيا دلوقتي. لا طبعا، ده تاريخ. برافو عليك، برافو عليك، ده تاريخ، اسم تاريخ البراند بتاع النادي ده تاريخه هو النقاط دي. ما بنتكلمش فنيات ليه بقى؟ البعض للاسف برضو بيجي يحلل، وهو بيحلل المباريات بيدخلك في النقد للعيبه، وبيدخلك في الفرق ما بين الكرة المحلية والكرة العالمية، وبيدخلك في جوانب كتيرة جدا. لا احنا لازم نبقى بالظبط بيتوهك فعلا، ما بيتوهك عشان ما تعرفش ايه تاخد جزء ترد عليه فيه. لا ببساطة يا جماعة، واحنا بنحلل احنا النقطة او النقاط اللي بيقولها احمد او الترتيب ده ترتيب لتاريخ الاندية، تاريخ الانديه وليس النواحي. مش نواحي فنيه خالص، وعشان كده نعرف ان النادي الاهلي، نشوف احنا اهو كمصريين النهارده ما نتكلمش خالص، نقعد نسمع الناس بره بيتكلموا على
اسم النادي الاهلي ازاي. نشوف مثلا الصحافه في اسبانيا النهارده، طبعا كان في خناقه شديده جدا ما بين صحفيين ريال مدريد وصحفيين برشلونه، وعاملين يقولوا لهم لا، وعشان الخبر بتاع ميسي طبعا. الخبر بتاع ميسي اللي انتشر من 10 ايام ان هو 555 مليون يورو في 4 سنين. فطبعا صحافه مدريد النهارده قالوا النادي الاهلي نادي كبير، لكن ما عندوش نفس ميزانيه برشلونه، ما عندوش ميسي في فرقته، وما اتغلبش بنفس السكور اتغلب بيه برشلونه. وعلى الرغم من كده برضو الا الناس تفهم الكلام، لان انت عارف احنا كلامنا بيودوه في حته ثانيه. فلازم الناس تبقى فاهمه ان احنا من اكتر الناس زعلانين على ان النادي الاهلي اتغلب في هذه المباراه. هتقول لي اتغلب من بايرن ميونخ، هقول لك زعلان ان هو اتغلب من بايرن ميونخ. انا شخصيا زعلان. مش لو ماتش ودي هزعل. مش احنا في الخمسينات والستينات كنا بنستدعي الانديه العالميه يجوا يلعبوا لنا في مصر، يلعبوا ويلعبوا في الاهلي والزمالك ويلعبوا منتخب مصر؟ مش ده كان بيحصل؟ مش احنا كنا بنفرح بالانديه دي تيجي تلعبنا طبعاً. وبيلي يجي والناس دي كلها تيجي وسانتوس يجي ويعني فرق انجلترا كل الناس. هل ساعتها كنا بنتكلم واحنا في بدايه تعلق، يعني التعلق الشديد بالكوره كانت كوره هوايه طبعا، هل ساعتها كانت الناس بتحفل على بعض ان هو اتغلب من فريق اوروبي او لا؟ ليه؟ لان انت اصلا مش مصدق ان ولادك بيلعبوا الناس دي. يعني ده شيء يعني المفروض احنا نفخر ان ولادنا بيلعبوا الناس دي وفي ضلنا الدقيقه 90. يا جماعه محمد هاني الدقيقه 92 بعد 90 دقيقه كامله قدام بايرن ميونخ بيعمل سبرينت اضع منه، مفيش مشكله، بس عمل سبرينت في الدقيقه 92 من منطقه جزاء النادي الاهلي لمنطقه جزاء نادي بايرن ميونخ. انا حتى بكره محمد هاني، ما بحبش لعبه. في الموقف زي ده هعمل ايه؟ هسقف له. شكرا، برافو على مجهودك. الراجل سقف له هانز فليك بعد المباراه، المدير الفني للبايرن، واتكلم. بص الاحترام، الكبار لما بيتكلموا باحترام وبادب وبذوق، حتى لو هو قال ان طبعا انا كنت اكسب اكتر من واحد واثنين وبتاع، لكن في النهايه بيتكلم ازاي الراجل؟ قال لك ايه؟ قال لك يا جماعه هو بيلعب في نادي الاهلي، مش هقول بيلعب في اوروبا لانه بيلعب في نادي الاهلي. تصريح جميل، تصريح جميل رائع جدا، وان دل يدل على الكبار وعلى عقليه الكبار وطريقه كلام الكبار. طب بتبقى ازاي؟ اللي عايز يتعلم ما يبص لناش يا جماعه، ما يبصش نادي الاهلي ماشي، بص للناس الكبار لما بيتكلموا ازاي وباحترام ازاي، مش مجرد ان انا طالع اسخن الناس على بعض، مجرد اي كلام واي بتاع اسخن. صحيح. اسلام على كريم وكريم على احمد واحمد على كريم، لمجرد ان انا اطلع ايه اخد الترند واعمل الكلام ده. في انديه ثانيه، هو اول صفحه فيها 50 نادي بس الصراحه، في بقى بعد كده في 53 صفحه بس اخر نادي، مفيش نادي مصري في اول 50. نادي الزمالك 136. نادي الزمالك هو اول نادي مصري. 136. فرق 100 ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. 100 مركز. اوكي، ده كلامك؟ لا، ده كلام الموقع. الموقع قال كده؟ طيب ماشي، عشان بس نبقى فاهمين واحنا بنتكلم. لانه مهم جدا على الشاشه. مهم جدا ان الناس اللي عايزه تعمل سيرش على الانترنت وتشوف هل الكلام اللي احنا بنقوله ده تطبيل ولا كلام حقيقي وواقعي وموجود. طيب امبارح بقى كان مباراه تاريخيه بين النادي الاهلي ونادي بايرن ميونخ. المباراة دي كان فيها إحصاءات كثيرة جدا وأرقام كثيرة جدا، كلها الحقيقة كانت في صالح بايرن ميونخ لأنه أفضل نادي في العالم. أكيد. عايزين نتكلم شوية عن الإحصاءات العامة لهذه المباراة. طبعا الإحصائيات العامة لمباراة النادي الأهلي وبايرن ميونخ كلها زي ما حضرتك تفضلت وقلت بتصب في صالح بايرن ميونخ، سواء طبعا في الاستحواذ أو حتى في عدد التمريرات. عدد التمريرات كان كبير جدا، بنتكلم نادي بايرن ميونخ قدام النادي الاهلي عمل ما يقرب من 790 تمريره في المباراه مقابل ما يقرب من 330 تمريره للنادي الاهلي. طبعا احنا شفنا الاستحواذ عملوا في الناس دول والاستحواذ ده يعني عايز اقول حاجه بسام، والله بجد المباراه دي مهمه لينا، انها بتوصلك ان انت تشوف بعض الاساليب اللي ممكن انت تاخدها وتطبقها على مستوى القاري عشان توسع الفجوه. يعني النهارده كنت انا النهارده بناطح نادي بايرن ميونخ بطل اوروبا وبطل الدوري الالماني بهذا الشكل، انا النهارده اقدر اخد خبرات من المباراه دي وابدا اطبقها. واحنا طبعا مشوارنا ان شاء الله هيبدا الاسبوع الجاي في مباراه المريخ السوداني في دور المجموعات، فهي امور احنا ممكن ان شاء الله نستفيد منها. فبالتالي لما نشوف نادي بايرن ميونخ امبارح وهو في اسلوب تمريراته والارقام اللي معانا،
زي ما قلت ارقام نادي بايرن ميونخ 790 ما يقرب من 790 تمريره مقابل 330 تمريره النادي الاهلي، ده بسبب الاستحواذ وهانز فليك بيلعب على الاستحواذ. برضو اعتقد كان في طبعا ركنيات، كان 7 ركنيات لنادي بايرن ميونخ مقابل 0 ركنيات للنادي الاهلي، ده عشان نادي بايرن ميونخ منع النادي الاهلي من الوصول الى منطقه جزاء. خلي بالك انت على شاشه قناه الاهلي. نعم. وبتقول الكلام ده عادي؟ طبعا عادي، ايه مشكله؟ عادي صح. احنا بنحب الكوره، احنا الحمد لله احنا قبل اي طبعا، واحنا وفي واحنا ما عملناش اخطاء، ما احنا عملنا اخطاء، احنا نعمل اخطاء عشان نتعلم والماتش الجاي نبقى نلعب احسن. ناخد النهارده خدنا 5 من 10، نشتغل على نفسنا، المره الجايه ناخد 6 من 10. لكن منظومه النادي الاهلي يا كابتن اسلام، منظومه النادي الاهلي ما فيهاش ترمين، ما فيهاش يعني ايه كلمتين، ولا عندنا شماعات. برافو عليك. ولا عندنا جلد زاد زايد عن اللزوم، ما عندناش المفهومين دول، مش عندنا. ان في مشكله نصلحها ونحسن، احنا كويسين نشوف ازاي نحسن اكتر. وده اللي حصل في 2005 2006 طبعا. في 2005 2006 كان المشاركه الاولى لينا، وكنا رايحين هنكسب كاس العالم وبتاع وكلام من ده، وفي الاخر وصلت للمركز السادس. ايه اللي حصل؟ خدتوا خبره بعدين. حاولنا مره تانية وثالثه ورابعه لغايه لما خدنا بطوله افريقيا، خدنا بطوله افريقيا، رحنا 2006. هذا الجيل الرائع والعظيم الحقيقه بقياده كل اللي موجودين خدوا، مش عايز انسى اسماء يعني، كل اللي موجودين خدنا المركز الثالث، وان شاء الله نحققها المره دي باذن الله. يعني اللي بصينا برضو على ارقام محمد هاني، محمد هاني بصراحه امبارح قدم مباراه واحده من اعظم المباريات اللي عملها محمد هاني، احسن مباراه في تاريخه، معناها شافته لغايه النهارده. احسن مباراه في تاريخه، وبيلعب عليه لعيبه ثلاثه غيروا عليه يعني الثلاثه بصراحه مش عارف اقول ايه يعني. الاول لما جنابري قدامهم الاول في الشوط الاول هو كان مغير الجناحين، جنابري كان ناحيته وكومان الناحيه الثانيه، بعد كده جاب كومان ناحيته، غير الفونسو ديفيز ده طياره لوحده. فلو بصينا حتى على ارقامه هنلاقي ان هو عامل 39 تمريره صحيحه من 47، قطع التمريرات امبارح 7 مرات، هو اكتر واحد هو بالتساوي مع ياسر ابراهيم، قطع التمريرات 7 مرات، استخلص الكوره 4 مرات، الالتحامات الهوائيه كسب 2 من 3، الضغط على المنافس ضغط 10 مرات كسب منهم 5 مرات بنسبه نجاح 50% في الضغط على المنافس. محمد هاني بصراحه كان عمل مباراه افضل من نيلسون سيميدو في مباراه برشلونه لما خسروا 8-2. يعني محمد هاني امبارح كان بيلعب عليه لعيبه يعني عاليه جدا، واتمنى ان محمد هاني يستمر على هذا المستوى ويبني عليه لقدام. ده المهم، ان انت تبني عليه في دوري ابطال افريقيا، تبني عليه في الدوري، انت خلاص اكتسبت خبرات وبقيت دلوقتي الظهير الايمن الاساسي المنتخب مصر والظهير الايسر الاساسي في النادي الاهلي، فانت تبني على الكلام ده لقدام، دي حاجه مهمه جدا. وبصراحه مكسب المباراه امبارح هو محمد هاني، ان فعلا بقى عندنا ظهير ايمن على مستوى عالي. حتى مدرب بايرن ميونخ هو اتكلم عنه وقال ان هو يعني مش هيقول ان هو هيلعب في نادي اوروبي زي ما حضرتك تفضلت، هو بيلعب في النادي الاهلي ويستحق يلعب في انديه اوروبيه يعني. واعتقد اسلام الجزء النفسي لمحمد هاني بقى مهم دلوقتي، يعني محمد هاني ربما في بعض الاوقات كان في بعض الانتقادات او بعض حتى النصائح الزايده على اللزوم، دي نقطه. ماتش امبارح بقى نقطه حلوه ان انت شايف ان الجميع اتفق ان انت نجم المباراه حتى في ظل هذه الخساره. طبعا طبعا لا دي بقى مهم جدا. ما هو انا اسف يعني اللي هيطلع امبارح مثلا ينتقد محمد هاني في اي شيء يبقى ما يتكلمش في كوره يعني، صعب جت على دي هيبقى صعب جدا يعني. لا جت على دي. طب اقول لك حاجه، طب والله يا استاذ طب اسمع كريم. دي يا استاذ كريم انا بس عشان على الهواء. طب اسمع دي بالله عليك، اسمع دي بالله عليك. في البعض بينتقد النادي الاهلي في اسلوب اللعب والتكتيك والنادي الاهلي، مش مشكله كشكل عام. طيب انا موافق بالظبط. طيب لو جيت سالتك قلت لك مين امبارح رايك في محمد هاني تديله كام من 10؟ هل ينفع تقول لي اديله 5 من 10؟ مش هينفع. هتلاقي نفس الناس بعد لو قلت كده هقول لك كداب، مش هينفع يبقى الشكل سيء. يبقى هنا هيتم التركيز ان انت بتحاول تجيب الحاجات السلبيه قوي وتعمل ايه؟ تضخمها. تعمل تضخمها ليه؟ عشان تاثر على الحاله النفسيه للفرقه. لا ده هنا ده امر مش رياضي وامر عيب ان هو يحصل، وكمان امر بيعرفنا العقليه اللي احنا بنتكلم. شايف جمهور النادي الاهلي يا احمد بيعمل ايه على الفيسبوك وعلى يعني هو ده اللي احنا بنقدر نشوفه دلوقتي. نعم. يعني احنا طبعا كلنا بنمشي في الشارع وبنشوف والناس الحقيقه كلها، وانا ماشي هنا وانا رايح هنا وانا رايح هنا، انا من الناس اللي بتصحى بدري. أيه. وبنزل بدري وبمشي. نعم. بدري في ما بشوف الناس كلها تقعد تقول لي ايه والله يا كابتن اسلام احنا زعلانين بس عايزين بقى الماتش اللي جاي والمسانده هو ده الكلام. هو ده الاسلوب. هو دي ما هو دايما انا بقول ايه، اين عندما تريد ان ترى عظمه النادي الاهلي واسم النادي الاهلي بص على جمهوره في مثل هذا التوقيت. صح. فحاجه جميله جدا. خلينا برضو نروح لمحمد الشناوي ولا محمد الشناوي طبعا. طيب. واحد من يعني واحد برضو هندي له كام؟
لا محمد الشناوي ومحمد هاني بصراحة يستحقوا 9 كمان من 10. محمد الشناوي محمد فتحي محمد فتحي طبعا. محمد الشناوي يعني واحد من الحراس اللي هي كل ما تحطها تحت ضغط أهم حاجة فيه رقم واحد الشخصية والقيادة، حارس مرمى ليدر من ورا. الحاجة التانية اكتسب خبرات كبيرة جدا لما شفناه في مباراة مصر مع أرجوي في كأس العالم، بنشوفه في كأس العالم الماتش اللي فات مقدم أداء محترم جدا، خرج ب5 أو 6 سيفز النهاردة في الماتش ده، تصدى لست تسديدات من أصل امبارح تصدى لست تسديدات من أصل 8. في حاجة مهمة قوي في أرقامه كمان، امبارح بايرن ميونخ كان بيلعب ضغط عالي جدا جدا يعني على الدفاع 18. فانت عشان تطلع بالكوره كنا بنعتمد على مين؟ يعني على في بعض الاحيان كنا بنطلع محمد الشناوي. طب نيجي نبص على دقه تمريراته 19 صح من 25 بنسبه دقه 76%، تطور واضح لمحمد الشناوي في الخروج او في التمريرات في دقه التمريرات. أيوة. دي حاجه مهمه جدا. قطع التمريره لما خرج وعمل دور الليبرو مره واحده، فقدم مباراه عظيمه جدا جدا هو وطبعا محمد هاني واللي بعد كده هنتكلم عليه. والتدارج بقى في الموضوع ان هو ما اخطا في الطلعه الاولانيه، شوف بقى بعد كده هو دي القياده، هو ده ما عنديش مشكله ان انت تخطئ لان احنا في الاساس احنا عارفين ان المباراه اللي فاتت برده كان بدا ما كانش حلو قوي بعد كده دي خبرات. هو ده الخبرات وده اللي بنتكلم عنه. خلينا نروح لحمدي فتحي برده، وحمدي فتحي واحد من المميزين في هذه المباراه جدا. حمدي فتحي يا كابتن اسلام امبارح لما نشوف اسلوب ضغطه في نص الملعب وبصراحه والروح اللي كان بيلعب بيها، وحتى في الشوط الاول ربما في البدايه كان عندنا، طب اكيد لما تنزل الملعب وتشوف النجوم العالميين دول قدامك طبعا بيحصل هزه، ده طبيعي، حاجه طبيعيه بتحصل اي فريق اكيد بيلاعب فريق كبير، وبالتالي حمدي فتحي قدر بمرور الوقت، حتى النهارده جايب له كام حاله بمرور الوقت ان هو يضغط فكره الضغط على لعيبه بايرن ميونخ في نص الملعب ومنعوهم من تمرير الكره، رغم طبعا اكيد هم عملوا الشكل بتاع الهجمه شفناها كتير في الشوط الاول كانت متكرره بشكل كبير جدا. كان حمدي فتحي واحد في وجهه نظري كان من نجوم المباراه برده مع ايمن اشرف، وطبعا ارقام مع حمدي فتحي معانا على الشاشه برده، ايمن اشرف برده هنتكلم عليه كتير بصراحه، لازم نتكلم عليه. ايمن اشرف عمل مباراه ممتازه جدا، وعايز برده اقول يا كابتن اسلام في المونديال الاخير منتخب بلجيكا كان عامل عاده جديده، كان في الجهاز الفني في مدرب لكل خط، يعني كان في مدرب لخط الدفاع، كان في مدرب لخط الوسط، كان في مدرب لخط الهجوم، كان اعتقد حتى كان معاهم تيوري هنري كان معاهم في خط الهجوم. انا بسال لو جبت النهارده مثلا عملت نفس المفهوم وجبنا مدرب لخط الدفاع وقلنا له تقييمك امبارح لايمن اشرف وبدر بنون طوال المباراه بعيدا طبعا عن الهدف الثاني، تقييم الناس دي كويسه مش كويسه في عمل المباراه حلوه مش مباراه حلوه، حمدي فتحي في نص الملعب تقيمه تقول لنا ايه؟ هو هيقول لك ايه؟ عارف انا الرد هيبقى ايه؟ اتفضل. هيقول لك احنا كل الرد عندنا ان احنا بنلعب على النواحي الدفاعيه فقط. نعم. خلي بالك. نعم. النواحي الدفاعيه فقط، ما عندناش نواحي هجوميه كتيره، ما رحناش يا راجل ده كوره يعني بص، ويا ريت لو معاك يا سمير انا كنت عايز اقولها في الاول ولكن بما اننا بنتكلم. نعم. مايكل مانويل مايكل نوير. مانويل نوير بيقف فين؟ اللي بيتفرج على اوروبا؟ بيتفرج على تشامبيونز وبوندز ليجا. هو بايرن ميونخ لو بيلعب اي فرقه في العالم وعنده ضربه ثابته من في نص ملعب المنافس لازم ولا بد على مانويل نوير انه يقف على نقطه نص الملعب. متاكد؟ طبعا. تاني السؤال نفس السؤال، انا هاكدها لحضرتك، نوير بيقف فين الاول وبعد كده ناكد؟ في وسط الملعب. في وسط الملعب؟ طبعا. من امتى بقى؟ من كام سنه الكلام ده؟ ايام جوارديولا. هاكدها لحضرتك بالصور، في صور معانا. انا عارف بس انا الاول الناس تفهم. اللي عايز يفهم يعني امتى الكلام ده؟ من قد ايه؟ لا من حوالي جوارديولا كان ماسك بايرن 5 سنين او 6 سنين. الصوره المشهوره للمدرسه الالمانيه. لا. هي المدرسه الالمانيه في حراس المرمى هي اللي عملت دور الليبرو في اخر 6 سنين. بس جوارديولا دخل المفهوم ده وجوارديولا طبعا مشهوره لجوارديولا، هو قاعد في مكتبه ووراه البورد وحاطط فيها كاتب مانويل نوير في نص الملعب، والناس قاعده تقول ان لما بنشوف نوير في نص الملعب ده بسبب الصوره. يعني معانا الصور يا شباب برضو علشان للي عايز يفهم طبعًا. يعني او للي بي صور في يعني في السنين اللي فاتت مش في لا انا بتكلم ايه لانه في حاجات كده بتنتشر على السوشيال ميديا، وللاسف الشديد ان بعض من لا يشجع النادي الاهلي دايما يفكر في بالشكل ده، يقول لك بص اهو ده النادي الاهلي ما هاجمش خالص ولا عمل حاجه خالص، يبقى اكيد ما بيتفرجش على كوره اوروبيه. هو حاجه من الله ينور عليك. الله ينور حاجه عليك. من اكيد ما بيتفرجش على كوره، يا اما جاهل بالكره الاوروبيه ومش بيتابع مانويل نوير وتحركاته. ما بيتفرجش. الحاجه الثانيه يا اما حاقد على النادي الاهلي من الاخر. بس ما فيش حاجه غير من الاثنين دول. كويس، احنا النهارده بنحاول بالادله والبراهين والارقام والاحصاءات نثبت اشياء كثيره جدا. هي الحقيقه
ما ينفعش ان انا اتكلم فيها، ولكن الارقام بالنسبه لي مهمه جدا، والصور بقى اللي بنجيبها لحضراتكم. خلينا نروح لطاهر محمد طاهر. يا طبعا طاهر محمد طاهر امبارح قدم مباراه كويسه جدا، جيده جدا، خاصه على المستوى الدفاعي. ايوه كان هو طاهر محمد طاهر مستو ان هو عنده شخصيه النادي الاهلي، حتى في المباراه اللي فاتت عنده شخصيه، بيروح بيرجع يدافع بشكل كويس جدا، وناقصه حاجه واحده بس محمد طاهر، القرارات قدام، لازم اروح على الجون واسدد، ده اللي ناقصه في الماتشين. يمكن لو بصينا على ارقام طاهر هنلاقي ان هو عمل 18 تمريره صح من 28. أيوة. محاولات على المرمى واحده بس. اوكي. قطع الكوره كم مره؟ 6 مرات. استخلص الكوره يعني قطع التمريرات 6 مرات واستخلص الكوره 6 مرات، يعني قطع الكوره 12 مره. ده رقم لجناح يعتبر عالي جدا، يعني هو تقريبا نفس ارقام ايمن اشرف في قطع الكوره، قطع التمريره 6 مرات واستخلص الكوره 6 مرات، يعني قدم دور دفاعي ومجهود بدني كبير جدا، رائع جدا، رائع. بس ناقصه القرارات قدام، الشخصيه قدام، ان انا اروح ازاي على الجون واسدد امتى، دي حاجات هيكتسبها مع الخبرات. بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي قال احنا لعبنا في هذه البطوله من اهم المكاسب اللي احنا كسبناها، ان احنا عرفنا ان في فرق كبير ما بين الكره في افريقيا والكره في اوروبا، لازم نقلله، ولازم نشتغل على نفسنا اكتر الفتره اللي جايه، وهو ده المهم. صحيح. وهو ده زي ما انت قلت بقى يا كريم، دي الحاجه اللي دايما النادي الاهلي مفيش جلد للذات زياده عن اللزوم، وفي نفس الوقت ما احطش راسي في الرمل، وهو ده الاهم خلال هذه الفتره وخلال اليومين اللي جايين. طيب خلينا بقى نبتدي نتكلم عن الصور وحالات البيرو. اتفضل يا كريم. لانه برضو دايما لما نيجي نتكلم او احنا بنتكلم، لما تبقى معانا الحاجات على الصوره والناس تشوف، الجمهور يشوف الصوره. اعتقد ده مهم طبعًا. جدا اكيد. طب اتفضل. احنا لو معانا طبعا اول صوره معانا من صور التحليل اللي واخدينها للمباراه، نبدا نشوف كابتن اسلام. طبعا أيوة. طبيعي المنظر ده احنا شفناه كتير قوي طبعا في الشوط الاول، وحتى كنا اتكلمنا عليه لو تفتكر في تحليل نقاط قوه واسلوب لعب بايرن ميونخ. الثنائي الابا وبواتنج الاثنين مساكين واقفين في نص الملعب، وتحضير اللعب بيبدا من نص الملعب، وبالتالي في الشكل ده احنا بنشوف ضغط كبير جدا وهائل على لعيبه النادي الاهلي. والنادي الاهلي كان بادئ واقفين كويس جدا، واقفين بشكل اقرب الى 4-4-2، وبالتالي بنحاول نقفل زوايا التمرير على لعيبه باير ميونخ. نشوف الصوره اللي بعد كده الثانيه، هي دي النقطه اللي اعتقد كانت ممكن نقطه محتاجين نتعلم منها، وهي ان الهجمه دي اللي كانت لسه بادئه في نص الملعب وصلت عند كومان في داخل منطقه الجزاء. طيب ايه الغلطه اللي احنا عملناها في الحته دي بالنسبه لنص ملعب النادي الاهلي؟ ان احنا فضلنا نحلق كتير اكتر ما نضغط. احنا فضلنا في مسافه ما بين لاعب النادي الاهلي ولاعب بايرن ميونخ اللي بيستلم الكور. لا لازم يعني نعمل ايه؟ لازم نضغط. ودي بصراحه حتى النقطه اللي قال احمد على طاهر محمد طاهر كان بيعملها بشكل مميز على الجناح. طاهر كان عنده الشخصيه القويه ان لما لاعب بايرن ميونخ يمسك الكوره يروح يضغط عليه. بالظبط. بيضغط مش بيحلق. بضغط عليه وامنعه. بس خلي بالك يا التحليق برضو نوع من انواع الدفاع. خلي بالك مهم طبعا، ولكن بيحتاج له وقت. زي ما كنا بنتكلم مثلا طبعًا. على بس اتكلمت فيه اول يعني اليومين اللي فاتوا. بالظبط. بنتكلم على انت ممكن يبقى بتلعب باثنين لعيبه، واحد بيضغط ووراه واحد بيحلق، بحيث لو انت بتلعب لاعب مهاري وقدر ان هو يتخلص من الضغط يلاقي واحد واقف وراه يبدا يضغط عليه. نروح للصوره اللي وراها ونشوف برده هجمه اخرى اللي برده دي واحده برده من النقاط اللي احنا وقعنا فيها، ان هنا مولر بيستلم في الحته دي وفاضي من غير اي رقابه من الخلف. ودي نقطه المفروض احنا كنا واخدين بالنا منها، ان نادي بايرن ميونخ دايما بيعتمد على السكرينات او بيعتمد ان هو بيعمل تغطيه، البلاي ميكر بينزل وليفاندوفسكي بيهرب من وراه. فهنا كنت اتمنى دايما يكون في واحد ملاصق لمولر او حتى جناب اللي كان بيخش العمق، ما ينفعش يستلم الكوره هنا اهو. بالظبط الحته دي كلها طبعا. واكيد اكيد في سرعه زياده جدا، احنا بنلعب مع فريق رتمه عالي قوي كتير. وعشان كده احنا عايزين نتعلم الكلام ده عشان نحاول احنا نطبقه على المستوى بتاعنا بعد كده. اللي بعد كده نشوف بعد كده الصوره اللي بعد كده تاني، بنشوف بواتنج داخل. بواتنج في الكوره دي يا جماعه هو اللي بيعمل، بصوا هنا كان اعتقد روكا بيقطع لداخل منطقه الجزاء وبواتنج بصص عليه عشان يلعب له الكوره الطوليه، وكان طبعا بواتنج قدم مباراه جيده امبارح في قدام النادي الاهلي. نشوف الصوره اللي وراها تاني، بواتنج بيعمل نفس الفكره، الكوره كانت معتاده لنادي بايرن ميونخ، وبرضه احنا واقفين صح ولكن ما بنضغطش، احنا بنرجع عمالين كل ما لعيبه بايرن ميونخ يتقدموا علينا احنا غصب عننا لوحدنا بنقعد نرجع، ودي اعتقد كانت نقطه لازم نخلي بالنا منها. نروح للصوره اللي وراها ونشوف واحده بقى من النقط اللي اتعملت بشكل رائع من
بدر بنون عمل مباراه كبيره بخلاف طبعا الهدف في الاخر خالص. طبعا غلطته لكن مفيش مشكله خالص، لكن طوال المباراه واحد من نجوم المباراه هو ايمن اشرف. بنشوف هنا بدر بنون اول ما لقى الكوره لاعب بايرن ميونخ هيبدا يعمل وان تاتش، هوب راح حاطط رجله وقاطع منه الكره توقع الكره بشكل جيد وحول الهجمه دي من هجمه على النادي الاهلي لهجمه للنادي الاهلي. نروح للصوره اللي وراها، ودي النقطه بقى اعتقد في وجهه نظر كابتن اسلام اللي ربما خلتنا هجماتنا مش كتير على نادي بايرن ميونخ، ايه هي؟ ان احنا ما اعتمدناش على الكرات الطوليه بشكل كبير. الكره دي عملنا منها هجمه في الشوط الاول، الشوط الثاني معانا فيديو لفرصه على الكهرباء في بدايه الشوط الثاني. انا في وجهه نظري كان لازم نتخلى تماما عن مساله الاستحواذ، ما ينفعش نلعب قدام بايرن ميونخ باسلوب التيكي تاكا. طيب. لما نيجي نشوف الحالات البيرو اللي معانا دي، بنشوف لعيبه بايرن ميونخ زي انا ما قلت احنا لعبنا الاهلي مش هيضغطوا، نعمل بلاي للفيديو ونشوف لعيبه بايرن ميونخ واقفين بيمرروا الكوره بشكل جيد جدا، لعبنا الاهلي بعيده، دي الكوره راحت في الاول ليه اعتقد لكومان وقدر ان هو ياخدها من ورا دفاع النادي الاهلي. شوف الفيديو اللي وراه نفس الفكره، لعيب بايرن ميونخ بيحضروا الهجمه، كل ده لعبنا الاهلي بتحلى ما بتضغطش، في مساحه كبيره جدا ما بين خط الوسط وما بين خط الدفاع، لعيب بايرن ميونخ بيطلعوا المساحه، هنشوف هيوصلوا لغايه مرمى محمد الشناوي، الوان تو اتلعب، كل ده ما فيش حد بيضغط، كله عمال يحلى بس، وبالتالي ده درس لينا نتعلمه ان احنا محتاجين في المساحه اللي قدام منطقه الجزاء لازم تمنع المنافس ان هو يستلم الكوره، اوعى تحلل، لازم تضغط عليه. نشوف بقى اخر فيديو معانا، والفيديو اللي انا الكوره اللي انا قلتها بتاعه قبل بس ما نروح لاخر فيديو، لان ده مهم جدا ان لعيبه النادي الاهلي بيقعدوا يتفرجوا على الاخطاء دي هم هناك طبعا. عشان بس ايه تبقوا حضراتكم عارفين الشكل العام اللي بيحصل دلوقتي، ان هم فيديوهات متقطعه للعيبه النادي الاهلي من المسؤولين عن الموضوع ده هناك، وبيشوفوا الفيديوهات دي مش دي يعني، لكن بيشوفوا اخطائهم داخل هذه المباراه، واكيد طبعا احنا ومباراه الدحيل كمان، وربما كمان ده امر هيتكرر قدام بالميراس يوم الخميس، فاحنا الفرقه بتلعب على الاستحواذ برضه بالظبط. فنشوف واحده من الفرص الجميله اللي النادي الاهلي خلقها في بدايه الشوط الثاني، وكان عندنا احنا احساس ان كهربا خلاص هيخش انفراد للمرمى، هي دي اللي احنا بقالنا 3 ايام بنتكلم عليها. اسحب بايرن ميونخ لنص الملعب وارمي الكره الطوليه لواحد سريع، وعشان كده كنت اتمنى طبعا محمد شريف ياخد وقت اطول، بس مفيش مشكله قدر الله ما شاء فعل، وجهه نظر قدر الله ما شاء فعل، مفيش مشكله خالص. وكهربا في اللعبه دي واحده من الهجمات الحلوه اللي احنا خطفنا بيها نادي بايرن ميونخ، كنت اتمنى نكررها مره واثنين وثلاثه، لان اكيد لو في اول مره ما نجحتش كان ممكن يبقى نسبه النجاح تكتر في المره الثانيه والثالثه. بشكرك يا كريم، اتفضل يا دكتور احمد. كلام مهم قاله لنا الحقيقه كريم سعيد فيما يخص بعض السلبيات وبعض الايجابيات المتواجده في فريق النادي الاهلي في هذه المباراه التاريخيه ما بين النادي الاهلي ونادي بايرن ميونخ. دكتور احمد خلينا بقى نبدا نتكلم بالصور الاول، بعد كده ناخد الفيديوهات. تفضل. هيبقى متقسم، الاول هنحلل فريق بايرن ميونخ وبعد كده النادي الاهلي. اتفضل. بايرن ميونخ طبعا بدا امبارح 4 هنحلل بايرن ميونخ؟ يعني ماشي يا سيدي ماشي. ازاي هم برضو تفوقوا علينا؟ هم لعبوا 4-2-3-1 زي ما توقعنا ليله المباراه بماركو روكا وكيميتش، ويعني 4-2-3-1. اول صوره معانا ازاي هم بيمنعونا من تحضير الهجمه، زي ما قلت لحضرتك قبل المباراه هم بيزنقوا الفرقه في وسط ملعبها، بيلعبوا دفاع عالي اهو، كل لاعب مع لاعب مان تو مان، ضغط عالي منعين الفرقه ان هي تحضر، فالشناوي بيضطر ان هو ايه يشوط ضربه المرمى، كل لعيبه اهو معاه السهم، فانت بالتالي بتشوط وبالتالي هو بيقطع منك الكوره، بيكسب منك الكوره الثانيه. في نفس الوقت برضو عندهم ميزه ان الخطوط الثلاثه متقاربه، ففي نفس الوقت بياخد منك الكره الثانيه والكتل بيتحركوا ككتله واحده في حاله الدفاع وفي حاله الهجوم. اوكي. ده سر تفوق بايرن ميونخ امبارح، الضغط العالي اللي عاملينه وتفوقهم في الكوره الثانيه. لو جبنا الصوره اللي بعدها بعد كده اتفضل، نفس الفكره برضو، حاله ثانيه في دقائق ثانيه بالضغط العالي، تحس ان هي بالظبط، تحس ان هي لكن هي طبعا ده نفس الفكره برضو، كل لاعب فالشناوي بيضطر ان هو مش عارف يباظي ورا، مش عارفين نلعب لعبنا، عشان كده عدد التمريرات بتاعنا قليل، مش نفس يعني عدد التمريرات قليل جدا مقارنه احنا كنا بنعمل 500 و600 تمريره، لكن هم اللي ضاغطين علينا في وسط ملعبهم. نيجي للصوره اللي بعدها او حاله البيرو، ماشي خلينا نروح للبيرو. هنبص ازاي هم برضو احنا مش عارفين، دي برضو بيبين طريقه الضغط، نفس الفكره اللي في الصوره. كل لاعب مع لاعب وعاملين ضغط عالي وهاي لاين ديفنس، واحنا اتكلمنا ان احنا نحاول ان احنا نستغل الدفاع العالي بتاعهم بايه، من خلال التمرير الطولي، حيطه 2 3 4 5 6 نفس الفكره. فالطريقه دي برضو خطوط متقاربه، حتى لو واحد عندهم غلط قدام الثاني بيغطيه كتله واحده،
فده سر قوه بايرن ميونخ امبارح الطريقه دي. نيجي بعد كده للفيديو او حاله البيرو اللي بعد كده، ازاي برضو دي كانت هجمه لبايرن، هم برضو خدوا الكره الثانيه مننا مرتين او ثلاثه فيها. أيوه. كانت عندنا مشكله في وسط الملعب في حته الكره الثانيه، ما كناش بناخدها كتير قوي يعني. بص حضرتك ادي واحد اهي، راحت ليفاندوفسكي اتقطعت، راح خدها تاني واداها للفاضي، خدها تاني وراحت انفراد وراح شايطها. بص نكمل نفس الفكره برضو، ليه الفراغ او الفجوه دي كانت موجوده؟ لنتيجه ان هم اخذوا الكره الثانيه من الاول اصلا. فنفس الفكره ان هو حته برضو تردت ورجعت تاني وخدها كره ثانيه والشناوي او ده روكا اللي مارك روكا نفس ماركو. اللعبه دي اهي، فدي بيبين لك ان سر تفوق في الكره الثانيه ان هم بيتحركوا ككتله واحده وعاملين ضغط عالي. طيب نيجي بعد كده اهم لاعب عندهم امبارح ودي الخريطه، كيميتش. ده السر الخفي والتفوق في وسط الملعب كان كيميتش. تخيل ان دي الخريطه الحراريه بتاعته الاصفر الاصفر والاحمر كمان كل ده. تخيل ان هو لمس الكوره 144 مره 144 مره في ماتش واحد. أيوه. عمل 7 تمرير طولي، عمل 117 تمريره لعيب لوحده، عامل 117 تمريره، عامل صنع 6 فرص، فيعتبر ده كان نجم الماتش امبارح كيميتش. وبعد كده ليفاندوفسكي طبعا ودوره، جات له كورتين او 3 كور، كورتين جونين وكره الشناوي طلع عليها انقذها. فده كيميتش ده يمكن الناس ما تحسش بدوره، لكن الارقام والخرائط الحراريه تبين لك دوره في الملعب وسر تفوقه امبارح على وسط ملعب الاهلي. الصوره اللي بعد كده، الصوره اللي بعدها دي الخريطه، خريطه التمريرات. وبص قد ايه لمس الكره 144 مره. ماشي، ده كده بايرن ميونخ. اتكلمنا على كيميتش وعلى طريقه الضغط وعلى الفكره بتاعه بايرن ميونخ. نيجي بقى للنادي الاهلي. النادي الاهلي كان فكر موسيماني امبارح ان انا هلعب في الحاله الدفاعيه طبعا 4-4-2 دفاع كومباكت متكتل ورا، هلعب طبعا محترم بايرن ميونخ، برجع لورا بحاول ان انا بعمل ضغط كده وفي وسط الملعب واحاول افتك الكوره واعمل هجمه مرتده. تمام. بس للامانه احنا كنا بنعمل مرحله واحده بس في كره القدم، وهي مرحله الدفاع. بس في ما كانش في مرحله التحول من الدفاع للهجوم ولا مرحله الهجوم. دي ليه؟ انا من وجهه نظري الشخصيه ان احنا كان ناقصنا حاجتين. الحاجه الاولانيه ان احنا كنا محتاجين مهاجم تارجت نطلع عليه. لان كهربا مهاجم وهمي، كنا محتاجين اللي نطلع عليه ان انت التمريرات الطوليه لازم يبقى عندي مهاجم تارجت اقدر اطلع عليه. دي اللي كان، عشان كده ما كناش بنعمل مرحله التحول من الدفاع للهجوم. الحاجه الثانيه ما كانش في مرحله هجوم اصلا، ما كناش بنهاجم كتير، يمكن احنا عملنا 3 محاولات بس او 4 محاولات. فدي احنا عملنا المرحله الاولى في كره القدم اللي هي مرحله الدفاع زي ما قدامنا على الصوره، ان احنا بندافع في وسط ملعبنا. كان ناقصنا من وجهه نظري المهاجم التارجت قدام. الحاجه الثانيه، اول ربع ساعه او اول نص ساعه كنا خايفين شويه، الخوف او حته العامل النفسي او التوتر. انا بشوف ان هي توتر اكتر منها اي حاجه ثانيه. التوتر النفسي ده اثر علينا في القرارات، في التمريرات، في الضغط العصبي بتاع المباراه، وان انت بتلعب بايرن ميونخ ودي برضو بتكتسب خبرات. هنا اللعيبه اول مره تقابل بايرن ميونخ، تقابل العملاق البافاري بنفس الشكل ده، فانت كده بتكتسب خبرات. دي يمكن الحاجه اللي من وجهه نظري اللي كانت محتاجه بعد كده تتعدل. الصوره اللي بعد كده ده لما موسيماني غير في الشوط الثاني، حول لديانج. ديانج هو 4-3 يعني 4-5-1. ديانج برضو بيدي، على فكره تغييراته كانت ممتازه امبارح. تغييرات موسيماني ممكن تكون اتاخرت سنه صغيره، لكن تغييراته وفكره كان كويس. ليه؟ انا قفشه كنت محتاج واحد يديني قوه وصلابه في وسط الملعب، فراح منزل ديانج. ايوه، عشان تفوق كيميتش ادي صلابه، وفي نفس الوقت انا محتاج سرعات، فراح منزل محمد شريف ومنزل صلاح محسن. هيعمل ايه؟ هو ما عندوش غير عنده سرعات، عنده صلاح محسن ومحمد شريف، يقدر ان انت السرعات دي تعمل والتارجت نزل بواليا. فدي نفس يعني حاول ان هو يصلح وحاول ان هو يغير، بس في نفس الوقت برضو انت خلاص بتلعب بايرن ميونخ، مش عايز النتيجه تفتح ولا تتغلب يعني 4 ولا 5. لا، انت تحاول ان انت تدافع وتضيق المساحات، ولو عرفت ان انت تتعادل كان بها، ما عرفتش خلاص. في نفس الوقت برضو دي قدرات لعيبه، يعني ليفاندوفسكي لما بيجيب الجون الثاني في اخر دقيقه، لما استغل فرصه او سرق مثلا بدر بنون ومحمد هاني، دي قدرات لعيبه. ده لعيب خارق ليفاندوفسكي، يعني احسن مهاجم في العالم. احسن مهاجم في العالم. اللي بعد كده، الصوره اللي بعدها نفس ده طبعا محمد هاني، صور والتالق اللي اتكلم عنها كريم. دي تالق محمد هاني، قطع الفونسو ديفيز، دي كانت تقريبا في الشوط الاول، الفونسو ديفيز قطعها منه وجرى وفتح الاسبرنت. اخر الشوط الاول صح. فتح سبرنت وجرى ورقص. محمد هاني يستحق التحيه على اداؤه امبارح بصراحه. انا جايبين له حالتين، دي الحاله الاولى، والحاله الثانيه اللي بعدها
برضو دي اللي كانت في اخر المباراه لما عمل التاكلينج على الفونسو ديفيز في اخر المباراه، كانت في الدقيقه 82. بيلعب على صواريخ محمد هاني امبارح، بصراحه يستحق التحيه ونتمنى ان هو يستمر على كده، واحد من نجوم المباراه. الصوره اللي بعدها محمد ديت الخريطه الحراريه بتاعه طاهر محمد طاهر. بص حضرتك اتحرك في كل مكان، عمل مجهود بدني كويس جدا، عمل دور دفاعي محترم جدا. ناقص طاهر محمد طاهر زي ما قلت لحضرتك القرارات قدام. عايزين نشوف بقى بتاع المقاولين اللي كان بيشوط وبيجيب جوان غريبه، عايزين نشوف دي اللي ناقصاه. جوان جميله طبعا، لكن جوان اكثر من رائعه، لكن هو محتاج الحته دي. لكن هو بصراحه مكسب ولعيب مهم جدا وعنده شخصيه النادي الاهلي. اللي بعد كده ده ليبرو، دور الليبرو ومحمد الشناوي والطلوع، واحد من احسن الحراس. وبصراحه محمد الشناوي انا بعتبره، هو طبعا بيلعب في نادي الاهلي وكل حاجه، بس هو كان ممكن يلعب في انديه اوروبا، اللي هي الناس اللي بتقلل من الشناوي او كده. لا، الشناوي يستحق كان يلعب في كلاس ايه في اوروبا. أيوة. لكن هو في النادي الاهلي وهو بيحب النادي الاهلي وهو كابتن النادي الاهلي وهيكمل في النادي الاهلي طبعا. الصوره اللي بعدها ده برضو دي حاجه مهمه جدا، انفراد ليفاندوفسكي لولا خروج الانقضاض زي وحش بتاع الشناوي كان الجون. لولا الخروج هو لمسها بس الحمد لله ما اتحسبتش كورنر. ان انت تطلع وتقفل الزوايا على مهاجم كبير زي ليفاندوفسكي ده التايمنج بتاع محمد الشناوي، سواء في اللعبه الاولانيه اللي جبناها او اللعبه الثانيه. محمد الشناوي احسن جون في مصر واحسن جون في افريقيا طبعا. طيب الصوره اللي بعدها دي اللعبه اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي، ازاي نوير في المباراه، التعليقات ازاي يبقى في نص الملعب وبتاع. هنبص الصور اللي بعدها، بص حضرتك دي كل تحركات نوير او اغلب يعني بعض الصور جبناها من الماتشات الاوروبيه، يعني ده مش جديد على نوير. كل الناس اللي متابعه اوروبا يعني كل الناس اللي متابعه اوروبا هتعرف ان نوير دايما بيبقى. مش معنى كده ان النادي الاهلي ضعيف، لا، هو ده طبع نوير. هم عاملين كده عشان يبينوا قد ايه النادي الاهلي ضعيف، هم عايزين العمل كده عايز يبين قد ايه. الحقيقه هو اثبت العكس، اثبت حاجه مهمه جدا ان هو ما يعرفش كويس في الكره الاوروبيه، فيعني كويس ان انت هو متضايق عشان يتعلم. متضايق النادي الاهلي ما خسرش 6 زي ما بقول لحضرتك، هو متضايق. طيب. والله هم كانوا متضايقين ان النادي الاهلي ما خسرش 6. طيب انت خسرت 2 بس، دي حاجه ضايقتهم. طيب اللي بعد كده، الصوره اللي بعد كده ده برده خريطه نوير. بص هتلاقي اتحرك في نص الملعب وحاجات دي، برده الخريطه كانت سنه 2019 2000، يعني من سنه 2019 2020 يعني مش حاجه جديده. الصوره اللي بعد كده دي اخر صوره معانا. دي اخر صوره معانا، وبكده اعتقد ان انتوا اتفضل يا دكتور، يعني اعتقد ان كده كل الامور واضحه للجميع، بما انه احنا بنتكلم ارقام وفيديوهات وصور، مش بنتكلم كده وخلاص مجرد كلام. وعندنا مساحه انتقاد اعتقد، يعني انتوا كنتوا بتتكلموا على قناه الاهلي مظبوط، مش حاجه ثانيه، يعني عشان بس على قناه الاهلي انتقدنا على فكره. لو اتفرجوا على الفقره شافونا انت ما انتقدتش حضرتك، انت قلت سلبيات يجب ان يتعلم. على فكره انا بقول لك حاجه انا عارفها يعني صور مع ان لعيبه النادي الاهلي الحاجات دي متقطع لهم وبيتفرجوا على السلبيات قبل الايجابيات. طب. اللي في ماتش مش بايرن ميونخ بس، ماتش بايرن وماتش الدحيل. طب. وبالتالي كل واحد شايف حاجه شافها طب ان هو بيعملها غلط، اعتقد ان هو هيغيرها خلال الفتره اللي جايه. عموما شرفتونا ونورتونا كريم واحمد، ودايما الحقيقه مشرفين ومنورين، وهارد لك طبعا للنادي الاهلي، وهيفضل النادي الاهلي برضه هو كبير افريقيا مهما حد قال اي حاجه ومهما اللي عايز. هنقفل اللي فات ده وعندنا ان شاء الله منافسه على الميداليه. برافو عليك. اهم حاجه نبني للي جاي، نبني للي جاي. احنا حتى البدايه من الكلام اللي انتوا عملتوه، الكلام ده حتى لو لا قدر الله ما خدناش المركز الثالث، احنا عندنا افريقيا وعندنا دوري، ما تخليش الناس تهد المعبد اللي احنا واصلين للطب في كره القدم. بالظبط، دي حاجه مهمه جدا. حتى مش شرط ناخد ثالث، هنلعب وهنعمل وكل حاجه، بس ممكن طبعاً. دي كره دي 50-50، انت بتلعب بالمراز البرازيلي يعني، بس مش معنى ان احنا نخسر نهد المعبد، لا، احنا لازم نكمل ونقف وندعم عشان عليك. ان شاء الله ناخد الدوري ودوري ابطال افريقيا والكاس، ونرجع السنه الجايه في كاس العالم للانديه. هنفضل ندعم وهنفضل ما حدش هيهد المعبد، لان كل جمهور النادي الاهلي هو جمهور واعي وعارف كويس جدا جدا مهما حصل. صح. ايه اللي هيحصل انا ما اعرفش برده، ايه اللي هيحصل يوم الخميس، نفس الكلمه اللي دايما بنقولها، احنا مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل يوم الخميس، هل هنكسب هل هنتغلب، ما حدش عارف. صح. لكن دايما هو جمهور النادي الاهلي، الفارق الكبير بين النادي الاهلي واي نادي اخر هو جمهوره وعظمه جمهور النادي الاهلي. انا بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا يا دكتور كريم على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا دكتور احمد على وجودك معانا. انا بشكر طبعا كريم سعيد واحمد ثابت، الحقيقه دايما بيعملوا لنا حاجات حضراتكم بتشوفوها بالصوت والصوره والارقام والاحصاءات. خلينا بقى نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل 2 من النجوم الكبار، واحد بتاع المانيا بقى
يعني هنتكلم برضو عن ألمانيا وإيه اللي بيحصل في ألمانيا. هو ابننا طبعا وابن النادي الأهلي، ولكن كان إيه اللي بيحصل في ألمانيا وإزاي لعب في هذا المستوى وإيه اللي إحنا شفناه مبارح وإيه الأخطاء وإيه السلبيات وإيه الإيجابيات مع واحد من النجوم الكبار النجم الكبير الكابتن سمير كمونة، وأيضا واحد من حراس المرمى المتميزين واللي قاعد في ألمانيا أو قاعد في ألمانيا فترة طويلة جدا كابتن إيهاب جلال، واحد أيضا من حراس المرمى المتفوقين في النادي الأهلي. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل كابتن سمير كمونة وكابتن إيهاب جلال.